نمرة واحد، الرب قال ايه؟ قال الروح النجس متى خرج من الانسان يطوف في اماكن ليس فيها ماء. احب اشرح كلمة ماء دي، ليس فيها رطوبة، فيقول ارجع الى بيتي الاول. يبقى اذا هذه الارواح حاسة بالنار. قال له النار المعدة لابليس وملائكته، ما هو اي النار ايدة في جتته من دلوقتي، ده طبعا لو كان عنده جتة يعني، ايدة في روحه بلاش في جتته. فالنار ايدة في روحه، هو حاسس بالنار من دلوقتي. ده هو لما هيتواجه مع استعلان المسيح النار هتبقى دينونة بقى، يعني شيء رهيب يعني، لكن هو من دلوقتي في النار. فأرواح الشياطين من دلوقتي النار أيدى في هذه الأرواح من وقت خروجها، سقوطها من حضرة الرب. ومن ثم فهذه الأرواح الشريرة لما بتأتي إلى أجساد الناس أو أجساد الحيوانات أي حاجة، بتلاقي نوع من الرطوبة بتتبرد في هؤلاء. طبعا انت مش متخيل ازاي، بس هي دي الإجابة. لغاية ما يجي اليوم اللي فيه الاستنارة عندك تكتر وتعرف أبعاد الكلام اللي بقوله. فدخوله للخنازير كان نوع من الرحمة، يعني انه بدل ما يخرج اللي احنا بنقول ايه اتحرق. هو ايه اتحرق يعني؟ هو اتحرق يعني ما اتمحاش، هو اتحرق يعني خرج من الرطوبة اللي هو فيها لحالة الاحتراق اللي هي شغالة فيه اللي ما بتخلص. فهو إبليس لما بيجي يحاربني وأنا أفتح له الباب، ما هو بيلاقي رطوبة، لكن لما بقول له لأ أنا بحرقه. ليه؟ لأن قفلت عليه فرصة أنه يتبرد في الجسد. الفكرة الأخيرة بقى، أنت مفترض أن الشياطين خرجت من الخنازير أول ما الخنازير غرقت. لا مش شرط، الشيطان مش مرتبط بأن الخنازير يبقى عايش، مش فارق معاه. ما هو لما يبقى الخنازير ميت هو برضو رطوبة هو موجود فيها. هتقول لي طيب ما هو لاحقا الخنازير دي هتتحلل ويأكلها السمك، هيشوف له صرفة تانية بقى يعني، ما عرفش هيعمل ايه. بس ده الأمر الواقع ساعتها، فكرة الرطوبة اللي بياخدها من الأجساد بتطفيله أو بتعمله راحة نسبيا من النار اللي قايدة في روحه.